احد الماجنتيك تكنولوجيز اللي ممكن استعملها، ممكن استعمل كويل. الكويل ممكن اقيس فيه الماجنتيك فلكس، رغم انه راح تشوفوا الماجنتيك فلكس بنستعمل له شيء اسمه الهول افكت سنسر، راح احكي عنه بعدين. بس هلا راح احكي عن فكره الكويل. فكره الكويل مستخدمه بس مش شائعه كثير. او ممكن استخدم فيه السرعه، سرعه الدوران. لو عندي انا هون كويل مكون من عدد من اللفات، وهذا الكويل موجود في ماجنتيك فلكس، بس الماجنتيك فلكس نفسه متغير. هلا اذا جينا اطلعنا حسب، خلينا افترض انه هذا الكويل فيه له عدد من اللفات، فيه له عدد من اللفات n. اذا الاريا تبعت الكويل a، وفي عندي فلكس عمودي عليه بهذا الاتجاه. الماجنتيك فلكس دنسيتي ايش الرمز اللي رمزنا لها فيه؟ بي. بي وبي فيكتور على فكره، مش هيك؟ واي على فكره فيكتور كمان. وين اتجاه اي؟ عمودي على السطح، مزبوط. فعندي A dot B رح يكون عملياً لها. عندي A اللي هي الأريا، B اللي هي الماجنتيك فلوكس دنسيتي اللي موجودة داخل في اللوب، N عدد لفات اللوب. إذا عندي التوتال فلوكس إيش بيساوي الآن؟ أول شيء الفلوكس بير 1 بلفة واحدة إيش بيساوي؟ بيساوي A في B. وبعدين إذا عندي عدد اللفات N رح يصير A في B في N. أوكي ماشي، واضح هاي؟ هذا التوتال فلكس اللي لينكينج هاي اللوب. طبعا هذا الفلكس اذا كانه كونستنت وما بتغير، قديش الفولتج رح يتكون عندي هون؟ زيرو. مزبوط، واضح. حسب مين؟ فرد. حسب فرد دي فاي على دي تي ماينس رح يساوي اي، وهي حسب لينزز لو بطلع اشارته، وعشان هيك عندنا الماينس هاي عشان اللي هي تفسير لينزز لو. هلا حتى يبدا يبين عندي فولتج بدي اعمل واحده من شغلتين، ايش هم الشغلتين؟ يا اما بمسك هاي اللوب ببدا بلفها بسرعه معينه، اذا لفت عندي اللوب بسرعه معينه ايش عماله بصير؟ شو اللي عماله بتغير؟ عم بتغير الافكتيف اريا، ومره بتصغر بتصغر بتصغر، بعدين بتصير نيجاتيف، مش هيك؟ لانها نيجاتيف لاني عكستها. فممكن يا لف هاي تلف عندي بسرعه معينه الاريا من هون، او انه الفلكس نفسه هو اي سي. يعني دي بي اذا كان دي بي على دي تي ما بيساوي زيرو، راح يتكون راح يتكون عندي فلكس وراح يطلع عندي فولتج هون في هاي اللوب. خلينا نفترض انه هاي انه هذا الفلكس او هاي اللوب، خلينا نفترض انه اللوب عمالها بتلف بسرعه معينه مقدارها اوميجا. فعندي هون اللوب هاي عمالها تتغير بسرعه معينه مقدارها اوميجا، فعندي السرعه تبعتها يعني سبيد اوميجا تي تساوي ساين، خلينا نفترض انها بتلف بساين باوميجا تي، بتلف على سرعه معينه. هلا لما هاي اللوب لو جيت اطلعت عليها من هون راح الاقي انها في اي لحظه من اللحظات راح تصير بهذا الشكل، وبي جاي هيك، مزبوط. ايش صارت الافكتيف اريا تبعت اللوب؟ لاحظوا انه هاي لما تكون هيك قديش الاريا؟ زيرو. خلينا نفترض انه هاي ثيتا او اوميجا تي الزاويه تبعتها، فلما تكون هذه هون زيرو راح يكون ما فيش لها قيمه، ولما تكون اوميجا تي 90 درجه راح تكون ماكسيمم ساين. اذا احسن شيء بمثلها هو الساين، فصار عندي هلا فاي as a function of time بتساوي بتساوي ساين اوميجا تي مضروبه في ان في اي في دي، مضبوط. هاي هون عندي، ونفترض عندي سرعه معينه مقدارها مقدارها اوميجا. بس نمشي على النوتيشن انه اي كفيكتور، لو ناخذ الزاويه على عمود على الاريا بصير انها تاخذ دوت برودكت، دوت برودكت اي بي في ساين ساين اوميجا تي، بصير بصير. اوكي نوتيشن ثاني. إذا عندي هلا هاي اللوب بدأت تتغير بهاي السرعة، هلا إذا أخذت دي فاي على دي تي شو راح يصير عندي؟ الاختلاف الوحيد اللي راح أضرب فيه؟ في كوساين راح يصير. تضرب في أوميجا. مش بدي أضرب في أوميجا، وراح تتحول هي لساين، فراح يصير عندي أوميجا إن إي بي كوساين أوميجا تي، وهي راح تصير عندي، فراح يصير عندي هذا هو المعامل من هون، وهذا راح يتكون عندي راح يعطيني إي اوف تي، هذا راح يكون الفولتج اللي راح يطلع عندي هون. اذا الفولتج راح يتناسب مع هذول الار ام اس تبع اي اوف تي. اي ار ام اس ايش راح يساوي؟ اذا عندي ساين ويف او كوساين ويف والها معامل، هذا راح يمثل ايش؟ البيك ولا الار ام اس؟ اذا بدي احوله الار ام اس ايش راح اسوي؟ بتصير عندي ان اي بي، وخلي هذه اي كابيتال ار ام اس على جذرتين. إذا هون عندي السرعة اللي عمالها بتلف فيها اللوب، لو كانت n constant عدد اللفات constant، a constant
وبي كونستانت صارت هاي بتساوي كونستانت مضروب في اوميجا. اذا هاي طريقه هذا جهاز لقياس ايش ممكن استعمله بالسرعه او بيكون للماجنتيك فلكس اذا بي عماله بتغير بفريكوانسي معينه. اذا هاي الكويل ممكن استخدمها، لكن زي ما حكيت اللي شائع اكثر هو استخدام الهول افكت.